مرحبا. طقس مستقر مترافق بأجواء غائمة جزئيا بيسيطر على لبنان والمنطقة حتى منتصف الأسبوع الجاي، والحرارة بترتفع. ببيروت الحرارة بتسجل 21 درجة، 11 بفريا، 12 بالأرس، 22 بطرابلس، أما زحلة ف 21 درجة. نسبة الرطوبة على الساحل بتسجل 60% وموج البحر منخفض. كيف بيكمل طقس الأيام الجاية؟ التنين، ثلاثة، الأربعة والخميس الطقس بيكون غائم جزئيا إلى قليل الغيوم، والحرارة مثل ما شايفين بترتفع تدريجيا تتراوح بين 21 و 22 درجة. هذا كان كل شيء، بتمنى لكم أسبوع موفق.